Yes. إذن العنوان هو The Bird City Episode 2 Sorry Episode 2 Life in Canada المدينة المدفونة الحكاية رقم 2 Life in Canada الحياة في كندا طارق Back Home from Canada طارق عائدا للوطن from Canada من كندا طبعا في عندنا هلا هون طارق This is his picture هذه صورته ومعلومات عامة عن طارق وأيضا معلومات عامة عن كندا بسموها fact file yes طارق جمال هذا الاسم والكنية طارق جمال lived for 6 years in Montreal in Canada طارق جمال عاش لمدة 6 سنين in Montreal في مدينة مونتريال in Canada في كندا What was it like يعني ماذا كانت تشبه يعني اوكي ماذا كانت تشبه and how does he feel to be back home وكيف يشعر بعودته للوطن اوكي هذا الشيء موجود يعني كإجابي موجود طبعا بالنص اللي راح نقراه بعد شوي اوكي كندا فاكت فايل ملف حول كندا يعني معلومات عامه عن كندا كابيتال سيتي المدينه العاصمه شو اسمها اوتاوا اوتاوا يعني هي العاصمه population السكان 32 مليون 32 مليون main languages اللغات الرئيسيه اللغات الرئيسيه في كندا هي English French الانجليزي والفرنسي native people الناس الاصليين Inuit هن السكان الأصليين لكندا يعني قبل مجيء الإنجليز أو الفرنسيين إلى كندا. Okay, let's start with paragraph number one. خلونا نبدأ بالمقطع الأول من هذه القصة أو من هذه الحكاية. Yes. حسين met طارق at school. حسين إذن ميت طارق قابل طارق at school في المدرسة They talked about طارق's life in Canada They talked about هم تحدثوا حول طارق's life حول حياة طارق in Canada في كندا الحوار هلأ بين حسين وطارق حسين أوكي طارق Can you tell me about Canada? What is it like? Okay, حسناً يا طارق. هل تستطيع أن تخبرني about Canada حول كندا? What is it like? ماذا تشبه? كيف تبدو كندا? ماذا تشبه? طارق. Well, it's a lot colder than here. It's a lot colder than here. إنها أكثر برودة than here من هنا. Snow covers a lot of the country. Snow, الثلج, covers, يغطي a lot of the country, الكثير من البلد. يعني مناطق كثيرة من البلد. For 6 months, لستة أشهر. ستة أشهر بيكون شو ثلج في كندا. Okay, طول ثلج. It's freezing. إنها freezing. متجمدة. There are areas of tundra. يوجد مناطق of tundra. Tundra هي السهول الجرداء. سهول, okay, جرداء. That are frozen. التي تكون متجمدة for most of the year لمعظم السنة. معظم السنة هي المناطق بتكون إيش متجمدة لمعظم السنة. In Montreal, في مونتريال, there is an underground city. Full of shops. يوجد underground city. مدينة تحت الأرض. Underground يعني تحت الأرض. City مدينة. مدينة تحت الأرض. Full of shops. مليئة بالمحلات. Canadians like it. الكنديين أو الكنديون like it. يحبونها. يحبوا هاي المدينة. مدينة مونتريال. Because it's warm. لأنها دافئة. It's warm دافئة. Okay.
هذا وصف عام لكندا، أوكي، والطقس في كندا، أوكي، باي طارق، من قبل طارق. حسين: That's interesting. ذلك ممتع. What do Canadians do in their free time? What do Canadians do? ماذا الكنديون يعملون in their free time في وقت فراغهم؟ Well, in winter, إذا ماذا يعمل الكنديون في وقت الفراغ؟ طارق: Well, in winter, حسنا، في الشتاء they like skiing and skating. هم يحبون التزحلق and skating والتزلج. طبعا الرياضتين يعني بتتعلق بإيش؟ بالطقس البارد. skiing هي التزلج على الجليد، وسكيتنج هي التزلج على الثلج. or traveling in snowmobiles. or traveling أو السفر in snowmobiles في عربات ثلجية، بيركبوا عربات الثلج يعني. in summer في الصيف they enjoy swimming in the lakes. in summer في الصيف they enjoy swimming، هم يتمتعون بالسباحة in the lakes في البحيرات. المقطع البعض والفقرة البعض. أوكي حسين سأل هلأ طارق: What do you do in your free time? What do you do in your free time? ماذا تعمل in your free time في وقت فراغك؟ طارق شو جواب؟ I'm very interested in history. I'm very interested. أنا مهتم جدا in history، في التاريخ. I love visiting old towns and cities. I love أنا أحب visiting زيارة old towns البلدات القديمة and cities والمدن البلدات والمدن القديمة. We can learn a lot from the past. نحن نستطيع أن نتعلم، بإمكاننا أن نتعلم a lot كثيرا from the past من الماضي. إذن هوايته هو إيش؟ القراءة حول التاريخ، زيارة المدن. أوكي. I'm reading about a book about our local history at the moment. I'm reading، إذن أنا أقرأ a book، كتابا about local our local history، حول تاريخنا أو حول تاريخنا المحلي at the moment، في هذه اللحظة. لحظة هون استخدم I'm reading a book. أنا أقرأ كتاب. هاي الجملة هذا الزمن. شو سمينا هذا الزمن؟ حاضر. حاضر مستمر. الحاضر المستمر. حاضر مستمر. إذا حاضر مستمر. الآن هلأ طارق شعبي يقول أنا أبع ماسك كتاب، يعني أبي أقرأ كتاب الآن حول التاريخ القديم أو التاريخ المحلي at the moment في هذه اللحظة. حسين شو قال له؟ Are you happy to be back home, طارق؟ Are you happy؟ هل أنت سعيد to be home، لتكون في الوطن؟ الهوم يعني طبعاً إلى معنيين، هوم هي البيت، وبتجي معنا أيضاً الوطن، يعني واحد كان في بلد وإجا على البلد الثاني، فهون الهوم اسمه الوطن أو البيت نفس الأمر. هل أنت سعيد لعودتك للوطن طارق يا طارق؟ طارق yes. I'm enjoying being back home. نعم أنا أتمتع بعودتي للوطن. Being back يعني كوني عائدا، home للوطن. Canada is a very beautiful country. كندا هي بلد جميل جدا. Very beautiful country، بلد جميل جدا. But there aren't any very old buildings. لكن there aren't، لا يوجد any أي very old buildings، أبنية قديمة جدا. ما في أبنية كونها هي بلد يعني عصري، وكيف البناء كله حديث. حسين I know a great place we can visit. أنا أعرف a great place، مكان رائع، مكانا رائعا. We can visit، نستطيع أن نزوره. It's an ancient city، إنها مدينة قديمة. Covered by sand. Covered مغطى by sand بالرمال. مغطى بالرمال. هذه المدينة قديمة. أوكي ومغطى بالرمال. طارق. That sounds like a great idea. That sounds. يعني ذلك يبدو like
A great idea. مثل فكرة رائعة. كفكرة رائعة. Okay. المقطع الذي يلي. Yes. When Hussein got back home. عندما حسين got back عاد home للبيت. نادي asked him. نادي سألته to tell her. أن أخبرها about طارق. About what طارق had said. About أو sorry. What طارق. ماذا طارق had said. قال. نادية. So what did he say about Canada? إذا فهي مثل ما شفتوا بدأت تكتب مقالة حول طارق وحياته في كندا. أوكي وتنشر بالإنترنت سكول إنترنت ماجازين مجلة الإنترنت المدرسية. فعم تسأل هلا. So what did he say about Canada? لذا ماذا هو قال حول كندا؟ حسين. He said that Canada was a lot colder than here. قال بأن كندا was a lot colder أبرد بكثير than here من هنا. He said that snow. لاحظوا هون هون شو عم بيقول هون. He said هلا صار شو عم بيحكي هذا. شو سمينا نحن هذا الكلام؟ كلام نعم أستاذ الكلام المنقول إنه عم بنقول حكي كلام منقول. تمام أحسنتم excellent. إذن هذا بنسميه كلام منقول reported speech. لاحظوا شو عم بيقول. طبعاً عم بينقل هلأ على لسان طارق. He said that Canada قال بأن كندا was a lot colder than here. كانت أبرد من هنا. أوكي حول الحاضر للماضي. He said هو قال that snow covered بأن الثلج غطى a lot of the country الكثير من البلد for let me think 6 months. أوكي شو قال له؟ وقال بأن الثلج غطى الكثير من البلد. دعيني أفكر هون هاي الشفطات هون النقاط هاي أنه توقف عن الكلام. أوكي يعني عبي يتذكر استاذ تمام رقم 6 months 6 أشهر. طيب نادية that's incredible ذلك رائع هذا لا يصدق أنه 6 أشهر معقول يعني 6 أشهر يغطي الثلج يعني واحد تم 6 أشهر الثلج يعني موجود. That's incredible ذلك لا يصدق هذا شيء يعني لا يصدق. It's so different from here. It's so different إنه مختلف جدا from here من هنا. What else did he say? What else ما الشيء الآخر ما الآخر أو شيء الآخر did he say هو قال. Okay yes.